رمضان كريم. الحكاية عنا غير كل الحكايات، نحن وانتو على موعد كل ليلة بسهرة فنية طيلة أيام هالشهر الفضيل، ضيوف وجوه، قصص وذكريات، حكي وانتقادات، سهرات من أجواء شهر رمضان الكريم، سهرات تحلى فيها المواويل والمغنى مع نجوم حبيناهن وحبينا أعمالهن. نحن وانتو على موعد يومي معهن، رح يغنوا يمثلوا ويكتبوا، ومخرجين شباب صارت أعمالهن شهادات حية بتاريخ الفن اليوم. مساء الخير. العطاء قيمة وموهبة وصفة من صفات الإنسانية. بيقول جبران خليل جبران: ليس الجود أن تعطيني ما أنا أشد منك حاجة إليه، وإنما الجود أن تعطيني ما أنت أشد إليه حاجة مني. أما سيرفونتس بيقول: ليصمت من أعطى وليتكلم من أخذ. وعليه ما في قيمة لعطاءاتنا إلا إذا كانت جزء من ذاتنا، لأنه كل واحد منا لولا تحدياته ما بيتعلم، ولولا تعاسته ما بيفرح، ولولا ألامه ما بيرتاح، ولولا فشله ما بينجح. نحن بزركشة منطل دايما بروح متفائلة، منشوف الجمال سارح بكل ذرة من ذرات الوجود. سهراتنا مكللة دايما بالعطاء المأصل، وبضيوف كانت وما زالت عطاءات ينابيع بتدفق خير.
قبل ما يكون سياسي ومسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية هو فنان خلاق بيسافر مع الكلمة وقانوني ماهر في مناصرة المظلوم وقمع الظالم. شخصيته حساسة جداً مثل الشعر يلي ساكن فيه وبيتذوقه. هو عضو في منتدى طرابلس الشعري، مدينته مدينة الفقهاء والعلماء والمفكرين، وهي بتضل صورة حلوة بذاكرته. بيحكي فن وشعر وثقافة تماماً مثل ما بيحكي سياسة، بس الفرق أنه على شط الإبداع بيسافر لبعيد، بينما على شط السياسة بيخلي طوق النجاة بإيده. معالي الوزير رشيد درباس، أهلا وسهلا فيك بزركشة بتلفزيون لبنان. مساء الخير للأخ محمد وللأستاذ ولألك وللمشاهدين، وشكرا على هالتقديم اللطيف، علما أنه بدي يضيف شيء أنه قلت أنه هي طرابلس مدينة العلماء والفقهاء، وأنا أضيف عليها والفقراء. والفقراء، نعم. وصدفت أنه أنا لما توليت وزارة الشؤون الاجتماعية بمحض الصدفة، لأنه لم أكن مهيئا لهذا وما حدا فتحني بهالموضوع إلا بآخر لحظة، صارت التسوية أني إجي أنا وزير للشؤون الاجتماعية، بينما أبلغت أني أنا رايح على وزارة العدل. في وزارة العدل أكيد هي من اختصاصي، أنا سلخت أكثر من نصف قرن بالعمل المحاماة، وعندي أفكار كتير كانت مشان الإصلاح والتحديث والتطوير، ولكن تسويات معينة صار أنه أنا أطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية التي لا أفقه شيئا عنها ولا أعرف عنها شيئا، إنما أبدعت فلم يكن إلا أن أستنجد بأكبر خبير بالشؤون الاجتماعية وبالعطاء، هو صديقي القديم محمد بركات، يلي قلت له يا محمد أنا رايح على وزارة وأنا جاهل تماما وأمي تماما، قال لي أنا سأجعلك فقيها وعالما، وعمل معي جلسات وشرح لي كل مراحل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنا مدين له إذا كان سمت نجاح بنصايحه وبتوجيهاته. وعليه دغري بدي أقول شخصية ندرت نفسها للعطاء الإنساني، مسحت عذابات العمر عن وجوه كان النسيان مرسوم على ملامحهم، رائد من رواد العمل الخيري بدار عريقة من أرقى دور الرعاية، دار الأيتام الإسلامية، رجل حول صورة دور الرعاية إلى حالات من الإنماء، حول مساحات شاسعة للإنسانية، ما تعب ولا كل ولا مل، كان إصراره هو عزيمته. الدكتور محمد بركات مدير عام دار الأيتام الإسلامية، مسيرة عطاء معرفة التعب، أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. الله يخليك. بتقول ما تعبت من العمل الإنساني ومصر على العطاء مهما كانت الظروف، مزبوط الحكي؟ صحيح، ما بتعبك طالما عم تحقق نتائج أو أنت شاعر بأنك عم تقدم شيء ينفع الناس، ما بتتعب. إن شاء الله ما تتعب وتضل صحتك وطلتك دكتور. شكرا استاذ. الله يخليك. فنه مثل شخصيته، شفاف حساس وصادق. مشواره الفني ابتدى بعمر صغير، بس الغربة خطفته 5 سنين منها، ولما حب يفرد جناحه ويطير رجع طار على بلده لبنان. أكيد بعلبك قطعة منه فيها شيء كتير من ذكرياته وأحلامه، وبالمناسبة بيعرف قلعة بعلبك حجر حجر، أغاني معروفة بين الناس، غنى الشعبي وغنى الطربي وغنى الكلاسيك كمان. روني كسار، الصوت المهاجر يلي جاي من الغربة، أهلا وسهلا فيك بزلكة شاروني. مسيك بالخير سيد خالد، مسيكم بالخير سنورة كريم، يعطيكم ألف عافية يا رب. أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. أنت بتقول أنه برامج الهواة بتعطي شهرة مؤقتة فقط، مزبوط؟ بتضوي على المواهب، ولكن إذا ما استمر ومثل ما تفضل أساز وسمعنا قبل شوي أنه إذا ما لمس النجاح معناته ما حققت شيء. يعني اليوم عم نشوف كتير من الأصوات الحلوة الجميلة عم تضوي، عم تضوي قدامها طاقات فرج كبيرة، وبنفس اللحظة يعني ما في البعد البعيد إلا بتلاقي تكسر هالطاقات وقفت عند حدا. فأنا من خبرتي، من خبرتي الفنية، من هالمشوار اللي مشيته، بتصور أنه
يعني الإنسان لازم هو يتعب على حاله، لازم هو يركض على حاله، لازم هو يشتغل على حاله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. الله يقويك. معليك بدي أرجع لك أستاذ باعن للي تفضلت فيه بالأول. نعم. تخبرنا لو سمحت عن فترة، عن الفترة ما بين 2014 و 2016 بحياتك. يعني إذا الواحد بده يكون موضوعي بدي أقول أنه هي كانت فرصة لألي أنه أنا يمكن عرفوني كل الناس. نعم. ولكن على الصعيد الشخصي يمكن كانت أكثر الفترات كآبة في حياتي، لأنه أحسست قديش المسؤولية ثقيلة والإمكانيات ضئيلة. نعم. إضافة إلى أنه أنا كنت سمي حالي لما كنت روح على المؤتمرات أنا وزير للشجون الاجتماعية. للشجون. حلو. لأنه أنا مسؤول عن الفقراء والأيتام والمهجرين الهدول اللي بعدين والنازحين الهدول اللي بعدين ملف تاني والأصحاب الاحتياجات الخاصة، وأنا مسؤول عن الطفولة ومسؤول عن النساء ومسؤول عن التوعية الاجتماعية في كل لبنان ومسؤول ومضطر أني لبي كل طلبات التوظيف اللي أنا كان عندي هامش فيها بعقود صغيرة، يعني كنا عم نحاول نمتص البطالة. وفوق هذا وذاك في قرار من مجلس الوزراء كان متخذ بحكومة الرئيس ميقاتي بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية الصديق العزيز وائل أبو فاعور بملف اللاجئين السوريين. يومها أحيل هذا الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وقد ظنوا أنها مسألة أشهر وبضعة ألاف. فجأة عندما توليت العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية وعلمت أن القرار قرار تكليف وزير الشؤون الاجتماعية مستمرا، وفي مرة طلبت مني السيدة نينات كيلي وقد كانت هي مسؤولة UNHCR أن نذهب سوية بزيارة لمعرض رشيد كرامي في طرابلس باعتبار أن هناك احتفالية ما. فذهبت وفوجئت أن معظم عدسات وشاشات العالم كانت موجودة في ذلك المكان، فقط كانت المناسبة هي استقبال رقم 1,000,000 سوري من اللاجئين. يومها أصبت أنا بالزعر وبالهول، وقالت لي ماذا تحب أو بماذا تخاطب هذا الرجل رقم 1,000,000؟ فقلت له أتمنى أن تكون رقم 1 في العودة. حسنت. وعندها لمست أن المسألة قد أصبحت أخطر وأكبر من أن يتحملها وطن صغير، إذ من غير المعقول أن يتحمل بلد يشكل عدد سكاني حوالي 4,000,000 نصف هذا العدد من اللاجئين. طبعا. فذهبت إلى مجلس الوزراء وقلت لهم إن الأمر خطير جدا، وعكفت أنا شخصيا مع المساعدين في وزارة الشؤون الاجتماعية على تنظيم ورقة أسميتها السياسة اللبنانية الوطنية للاجئين، وقد قدمت نسخة منها إلى فخامة رئيس الجمهورية آنذاك الرئيس ميشيل سليمان وإلى معالي وزير الخارجية ودولة رئيس نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل أثناء ذهابنا إلى باريس للاجتماع مع السيد فرانسوا أولاند في اجتماع أصدقاء لبنان. فعندما قرأ الورقة فخامة الرئيس قال لي أخفتني، قلت له لماذا فخامة الرئيس؟ قال خفت عليك. قلت له فكيف؟ فقال أنت طرابلسي وساكن في طرابلس وأنت تطلب أن تجد حلا لهذه المشكلة. قلت له فخامة الرئيس لا يوجد لبناني واحد سعيد بهذه الإضافة الديموغرافية العشوائية التي تشكل عبئا كبيرا على الصدر اللبناني والاقتصاد اللبناني والديموغرافيا اللبنانية والسياسة اللبنانية والأمن اللبناني. وقرأها أيضا معالي الوزير وزير الخارجية جبران باسيل فقال هذه أول مرة أقرأ فيها ورقة غير خلافية. فأكدت له أنني لم أتعمد تدوير الزوايا وإنما استلهمت المصالح الوطنية اللبنانية من هذه الورقة. عرضت الورقة على مجلس الوزراء وأقرت بالإجماع، وكل من يقول أنه لا توجد سياسة للدولة اللبنانية حول اللاجئين هو مخطئ، لأنه منذ 14 حزيران 2014 أقرت هذه الورقة بالإجماع. نعم. ومن يومها
وضعنا أصولا وحدودا، وصل العدد إلى 1,350,000، أنزلته التدابير إلى 850,000. وأنا أقول وأستغل هذه المناسبة الآن لأقول أن كل الأرقام المستعملة في موضوع اللاجئين أرقام عشوائية وجزافية وغير حقيقية، ومن أسف أنا أعتبر نفسي أكبر خبير في شؤون اللاجئين، ولكن أحدا لا يسألني ولا أحد يستشيرني. فرأيتها مناسبة في برنامجك اللطيف هذا أن أعكر قليلا على سهرة الصائمين، وأقول أنا لهذه القضية أن توضع في نطاقها. أولا يجب أن تكون الأرقام واضحة ودقيقة، ثانيا يجب أن تكون هناك خطط لا تشكل تنابزا وتنافسا سياسيا، لأنه مسألة اللاجئين السوريين هي مسألة وطنية فوق الحزازات وفوق الخلافات. من هنا أقول إن 55% من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال، وبالتالي لا توجد مسألة أمنية تحول دون عودتهم إلى سوريا. ثانيا هناك 43% من اللاجئين السوريين في لبنان هم من المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف الدولي، وبالتالي يستطيعون أن يعودوا. هذه مسألة أطرحها الآن في بداية هذه السهرة. أهلا وسهلا، على أن ننتقل بعد ذلك إلى الشعر. بدنا ننتقل هلأ لريبورتاج عنك معالي الوزير، نشوفه سوا. هل تعملوا ريبورتاج؟ ما بين توب المحاماة وحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية مشوار طويل من الكفاح والنضال والثبات، إنجازات ومواقف وطنية سجلت عناوين للتاريخ. طرابلس بقلبه حب ما بينوصف، والكلمة بشعره مثل نسمة وفا بحنايا الروح. أنا أعتقد أن الاتفاقات إذا كانت مجزية يجب أن تكون بضوء النهار وليست في الغرف، لأن ضوء النهار هو الذي يبين الخبيث من الطيب. شغل منصب نائب المحامين بشمال وعمل كتير بملف أزمة اللجوء السوري بلبنان. هو أحد أعضاء منتدى طرابلس الشعري، وزير بروحه وشخصيته وإنسانيته. معالي الوزير السابق رشيد درباس حقيبة وطنية بقلب الوطن. إذا سكتنا 50 سنة دون عمل فلن يتحرك أحد، وإذا حاولت أن تبدأ بعمل فسيتحرك كثيرون. دكتور محمد، كانت دار الأيتام محاطة بسور عالي عزلها عن العالم الخارجي، كيف بتشوف اليوم بعد ما سقط هذا السور خدماتيا؟ الحقيقة لازم تكون دار الأيتام بدون أسوار، لأنه الامتداد في المجتمع هو الحضن تبع دار الأيتام هو المجتمع. فإذا عزلت من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، بيكون في عزلة في التكوين الاجتماعي للمقيمين في تلك الدار، وفي عدم اهتمام من المجتمع بلكون وراء الجدران، يعني في شيء ما بيهمني أمره. نعم. فأنا بعتقد أنه إسقاط الجدران اللي استعملناها، أنت الآن لو بتروح من الشمال إلى الجنوب في 54 مؤسسة ومجمع ما بيفصلها أبداً شيء ولا جدار، اللي جوا بيشوف برا واللي برا بيشوف جوا. الشفافية هي ضرورية جداً، وفي تغيير كتير حدث، والفضل فيه الحقيقة إلى التغيير الاجتماعي اللي عم يحدث. ولحضرتك كمان انت بهيدي الدار سيدي، انا هيدي المهنه اللي بنشتغل فيها اسمها الخدمه الاجتماعيه، ما تغلبين، انا خادم مجتمعي. عرفت كيف؟ هيدا ارقى شيء، ارقى وظيفه وصيت لها. صحيح صحيح. فكانوا يسالوا اولادي دائما انت ابن مين؟ يقولوا لهم انا ابن محمد بركات. بيقولوا محمد بركات تبع الايتام، فانا تبع مضبوط. انت يضل صحتك. بس بالمناسبه استاذ خالد، يعني انا بدي اسجل اثناء انا تولي وزاره الشؤون الاجتماعيه تعرضت دار الايتام لحمله ظالمه وحقيره من اجل المساس بسمعتها. أذكر. وكان انا موقفي في ذلك اليوم بالرغم من ان كل شاشات التلفزيون حاولت المستحيل. قلت لهم كل واحد عم يدور على سكوب بيروح يدور بعيد عن هدول الناس
المظلومين اللي التقى كله برحيمة ترحمه. السكوب تبعنا هلأ ريبورتاج عن الدكتور نعم. محمد بركات كمان بنشوفه سوا. لما بيصير المكان هو اللي ساكن فينا بتصير العطاءات واجب والرسالة التزام. هو رائد من رواد عمل الخير، حول دار الرعاية لعمل إنماء إنساني وجعل وجع اللي تعبانين من العمر أمل مشلوح على مرفق أيامن. هالرجل من طينة رجال السلام بوطن شرزمت فيه غصون الإنسانية وخيم عليه الطمع. بينه وبين بيروت وثيقة وفا وانصهار، من هالمدينة كان وهي منه كانت، وحتى تردله الوفا أطلقت اسمه على دار الأيتام الإسلامية ببيروت. شرفتني عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإطلاق اسم مجمع محمد بركات على المركز الرئيسي دار الأيتام الإسلامية. محمد بركات لمسة حنين على جرح الإنسان الإنسان. شعلك أستاذ روني اللي بيغني بطريقة صحيحة بيغني كل الألوان؟ أكيد. أنت بتغني كل الألوان؟ أكيد يا أستاذ خالد، هذا السؤال جواب عندك مش عندي أبدا، يعني مشان المشاهدين كمان يعرفوا مع مين عم نتعامل. الله يخليك يا حبيبي. أنت من بعلبك، طبيعة البيئة الجغرافية والديموغرافية بتأثر على موهبة الفنان برأيك؟ هلا صراحة الموهبة هي من عند رب العالمين، بس الواحد بيسألها بالثقافة وبالمعرفة، وبعدين طبيعة الأرض من تفضلت وحكيت كمان بتعطي قوة، بتعطي باور للصوت. فإذا بتلاحظ أغلبية الأصوات اللي بقى بيكون عندها بتكون أصوات جهورية، أدران تصيب الطبقات بشكل سليم وتودي بالمساحات قد ما بدك. طبعا مثل مساحاتك العالية اللي رح نسمعها بعد شوية صغيرة حبيب. معليك بدي أرجع لك، بتقول بأنه القرار اللبناني مرهوم بالتوازن الداخلي مش بالغلبة البرلمانية. طيب شو والارتباطات الخارجية هون، شو دورها بهالقرار؟ والله أستاذ خالد يعني معلش أنا بدي أقول وجهة نظري، قد أكون أنا مخطئا، ولكنني رسخت في وجداني عقيدة أن السياسة اللبنانية قد فقدت منذ مدة طويلة آخر هامش من هوامش حرية الاتفاق أو حتى الهدنة أو حتى التسوية، لأن الأفرقاء اللبنانيين الذين تصارعوا ضد بعضهم طويلا ومريرا كان كل فريق يلجأ إلى مساعدة خارجية إلى أن أصبحوا رهائن للمشغلين الخارجيين، وبالتالي فإن التسوية اللبنانية لن تتم إلا بتسوية خارجية أو بانبلاج الصراع الخارجي عن حل ما. نعم. هذا الحل سينعكس أو قد ينعكس على الوضع اللبناني. من هنا أنا أقول شيئا وأعتقد أن أخي محمد يوافقني عليه، إن أرقى وأعلى درجات الوطنية عند اللبنانيين هي أن يحافظوا على شكل الدولة قبل أن ينتهي الصراع إلى نتيجة ما. نعم. أما إذا تبددت الدولة وتهدمت أثناء الصراع فلن نجد شكلا نعيد ترميمه، يعني الحفاظ على الهيكل العظمي طبعا، حافظ على الهيكل العظمي، حافظ طبعاً على الشماء، حافظ على ولو على رسمته طبعاً. وألا أنا أقول هذا من واقع أيضا تجربتي، لقد بلوت ورأيت أي مهانة وأي ذل يعانيه المواطن الذي لا دولة له. وأنا أظن في هذا الصدد أن الدولة الآن هي حاجة فردية وشخصية لكل مواطن، لأنك بدون دولة لا تملك جواز السفر، فردية لكل مواطن، لا تملك جواز السفر ولا تملك حسابا في البنك ولا تملك هوية ولا تملك بطاقة تأمين ولا تملك فرصة عمل ولا تملك رصيدا في بنك. والآن هذه مناسبة أيضا، هذه الخطوط الحمراء التي انتشرت في الشارع منذ أن تحدثوا عن موازنة جديدة، هذه خطوط حمراء زائفة وكاذبة، كل قطاع جعل لنفسه حيزا مسيجا بالخطوط الحمراء. ما معنى هذا؟ انه انا حلوا عني وعملوا اللي بدكم اياه بالاخرين. صارت الطبقة الوسطى اللي هي
سر أمان المجتمع وهي حيويته وهي اللي بتنتج الفن وهي بتنتج الفكر وهي بتشكل صمام أمان. ليش؟ لأنه الطبقة الوسطى هي اللي بتشكل الوسادة التي تمتص الاصطدام بين فوق وتحت. هي الطبقة الوسطى بدل ما يكون الحركة القطاعية فيها حركة موحدة صارت حركة مقطعة بالخطوط الحمر. ولذلك أنا بدي أقول لهدول كلهم سوا يطلعوا شوي على تونس على السودان ويشوفوا شو عملت الحركة القطاعية بواحد من أعتى الظلام والحكام واللي عم يحكم باسم الدين، كيف حطوه على جنب وكيف بدأوا يطرحوا طروحات تقدمية ومدنية وبعيدة عن البروباغندا الدينية اللي بيستعملوها بعض الظلام من أجل إحكام سيطرتهم على الدولة. نعم عليك. روني كسار إجا من السويد خصيصا من شان يطلع معنا بالبرنامج. أهلا وسهلا فيك. من الشرف. لذلك بدنا نشوف ريبورتاج عن روني وبدنا نرجع نسمعه من بعد أكيد. روني اهلا وسهلا فيك. بدون ما حكينا كثير السياسي بدنا نرجع للمغنى ونحكي هلا نغني ونسمعك نرجع نحكي شعر مع معاليك وبعد دكتور محمد نرجع نحكي بجو اخر. على راسي. تفضل سمعنا. شو بتحب لحالنا؟ شيخ الجبال عمايلة الأمال ما وتحرق العنقود والكرز استوى وليل الأزاب غيب الأبطال عودوا لحضن الأم مع جناح الهوى حلوا بقى يهدى عدرب البال لك بتسوى الدنيا ببلادنا نسمة هوى قلب تسوى الدنيا ببلادنا نسمة هوى كيف ضل إلكن بعد بس بالأعمال
علينا شلنا ورمش عينينا الماضي شو دق علينا شلنا ورمش عينينا نطرونا حتى حزين سألنا عنهم ما سألون تركوني لحالي غني الليالي بالليالي تركوني لحالي غني الليالي بالليالي تركوني بالعالي عالي العالي العالي ارمي 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 هالطر علي الوزير السياسي الشاعر السياسي الشاعر كيف بقيم حالة الفن اليوم وكان عندك تعقيب يمكن على الغنية قبل شوي أول شيء أنا الحقيقة بتفاجئ أنه ما شفت الصوت من بعلبك إلا ما فيها المساحة العريضة نعم مثل كأنه هي مساحة الصخرة مساحة القلعة أنا مرة كان في احتفال بمركز الصفدي الثقافي بمناسبة يعني تحية لذكرى الشاعر العظيم لزار قباني فبيجي معين شريف أنا معين شريف ما كتير بعرفه ما كتير بسمع لأنه أنا دقة قديمة أنا بسمع القديم ولكن طلع هذا الزلمة وبلش يغني نعم أول شيء عم سلم عليه حسيت إنه بيدخن فقرعته على ذلك فلما غنى قرعته أكثر لأنه وجدت حالة زهلني وزهل الموجودين وسيطر على الحالة وعنده مقدرة على التحكم بالجمهور التحكم بصوته بالدخول بمقامات وبيطلع رهيب هل أنا لفتني نظري أنه هالمساحة الصوتية تبعه مساحة عريضة ما بقى عم تلاقيها هي بيقدر يتنقل بالطبقات بيقدر يعمل الجواب بيقدر يعمل القرار هذا مذوق الفني معلي نعم هذا مذوق الفني لا الله طول عمرك ولذلك هلا انا بدي اترجاه انه بعد ما غني لنا على مزاجه أيه. انه طالما هو بعلبك لازم يسمعنا يا قلبي لا تتعب قلبك والله محضرين يا استاذ محضرين عظيم هلا من اول تكرم عيونك غالي والطلب رخيص شو ذكرياتك اللي بتختص بالفن من اول طلعتك معالي شوف انا الحقيقه اول ما وعيت انا ابوي الله يرحمه كان صوته حلو كثير الله يرحمه ونحن كنا احنا من قريه من عكار اسمها عين يعقوب كان يطلع والدي يشتغل بطرابلس ويطلع المساويات يكون جدي عامل له كمين ايوه يقول له يلا سمعنا شو بده يسمعوا بده يسمعوا عنتر قصة عنتر بن شداد نعم لما بده يوصل على القصائد ما يخلي يقراها قرايه يلغنيها دغري ارتجال يغنيها فنحن انا من ذلك الزمان وانا بعرف شو معنات الصوت الحلو والغناء الجميل ثم لما نزلنا على طرابلس صار عندنا راديو صار الراديو هو الدنيا كلها وانا عم بكتب قصيدي هلا بهالفترة عن حياتي كلها من طفولتي لهلا شعرا وكيف كان الراديو له اثره بحياتي وكنت اسال انه يا عمي كيف قعدت كل هالناس اللي عم تحكي عم تغني بهالصندوق الصغيره لاني كنت افتكر انه الصندوق الصغيره قاعدين فيها اللي بيغنوا واللي بيحكوا وهكذا فانا تعودت على طبعا على صوت ام كلثوم على صوت عبد الوهاب فريد الاطرش اسمهان يا ليتنا كنا معكم نعم ايه الحقيقه والغريب الغريب بالموضوع انه الصوت عظيم مثل صوت ام كلثوم والصوت مثل عبد الوهاب يعني في دراسات بتقول نعم. انه اللي عنده 5% نشاز بصوته بيكون صوته جميل ام كلثوم كانت نسبة النشاز بصوتها 0.5 عبد الوهاب كان 0.2 فهي الاصوات معلومات دقيقة هاي معلي لا انه انا يعني انا بتابع وبقرأ هاي الاصوات والالحان والفتح اللي عمله سيد درويش وقبل الالحان اللي كان عملها محمد عثمان واللي رجعت اخذتها فرقه الموسيقى العربيه وصارت يعني صارت تراث متداول رغم ذلك
كانت أم كلثوم عايشة ومع ليلى مراد ومع نجاة الصغيرة ومع فايزة أحمد، وكان عبد الوهاب موجود ومعه فريد الأطرش، فريد الأطرش، كارم محمود، عبد العزيز محمود، عبد الغني السيد، محمد فوزي. كان في مساحة لكل هؤلاء إنه يعبروا عن نفسهم، وكان في سميع على لكل واحد منهم أكيد. الآن اللي بيلفت لي نظري إنه أنا ما بقدر أميز بين الأغاني الجديدة، بشوفها كلها لحن واحد، وبشوفها كلها نبرة واحدة وكلام واحد، ما بقى في نغمة واحدة. يعني أنا مثلا بقعد بسمع همسة حائرة لمحمد عبد الوهاب، هذا كاتبها شاعر عظيم اسمه عزيز أباظة. لما بتسمع عبد الوهاب كيف عم يحول هالهمسة الحائرة إلى أنغام خالدي، أو لما بيغني لك الكرنك وبيصرخ أين يا أطلال حلم الغالبي، أين آمون وصوت الراهبي، بتحس انه فعلا رجعك لهذيك الاصل. لكل زمان دولة والعراق والعراق والفنانين. بس بدي اعرف شغلة بمصر حديثك، بتحس القصص كلها مرتبطة مع بعض؟ يعني اذا في فشل سياسي بالوطن العربي بعد الدنيا السلام، يعني يعطيني مسرح هو الشعب. يعني اليوم حتى بس حتى السياسي عم تأثر على على على, على الفن. والله شوف، يعني اصبتني اصابة محكمة. انا بعرف انه كان اواخر القرن التاسع عشر واول القرن العشرين كانت حالة تنوير واستنهاض. نعم. هذا عبر عن نفسه بأشكال عديدة، من جملتها عبر عن نفسه بأنه بالفن، بالشعر، يعني طبعا أنه في الشعراء اللي طلعوا في ذلك الوقت أنتوا ما بتعرفوا، أنا ومحمد نعرفها. كان لما يجي مهرجان شعري أي بأي قاعة سينما بتلاقيها مقتز، ما في محل كانت رواق. مين اللي عم يحكي؟ ان كان بدوي الجبل او عمر ابو ريشي او نزار قباني او بشار الخوري او شبلي الملاط بشعر او خليل المطران بشعره القوي والمتين، بتحس انه هذا الجمهور عم يفهم كل بيت. معليك بدنا نقرا من شعرك هلا اذا بتزيد. جايب لنا الكتب معك. نعم. وهدايا هذه هديه ثمينه، والف شكر لك جد. بدنا نقرا شيء من عندك. طيب انا حقرا لك شيء هيك خفيف بالاول قبل أم كلثوم، لأنه كنا تحت الهواء قريتنا لأم كلثوم قصيدة عن أم كلثوم. نعم. هيدي بدنا نرتجي لها. بدي مايكروفون يا أستاذ علي إذا أمكن. في هذا المايكروفون. صار لي سنتين بقى لأم كلثوم. في كتاب عامليني وبيت سحاب بياخذ العقل. بيت مين؟ الياس سحاب وفيكتور سحاب بياخذ العقل. عندي إيه؟ مش تفضل معليك. ضروري بالميكرو ولا لا عم نسمعك؟ ايه بدك اذا عبالك ميكرو بنعطيك. لا 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 انا عم بسالك، يعني بس انا بدي شيل عينيتي لانه اعطيها داخل هو بيعطيك ايكو المخرج. اي انا بصراحه عندي صبي وبنتين الله يحمي لك اياهم، فطبعا سررت فيهم كثير والاخر كبروا، بس انا سروري بالحفده كان مثل السحر، لأنه حسيت حالي مرة حدا بده يمزح معي قال لي شو صرت جده؟ قلت له أنت ضعيف باللغة العربية. قال فكيف كان ذلك؟ قلت له روح على القاموس بتشوف كلمة جد مستمدة من الجديد والتجدد. حلو. وبالفعل حلو. أنا حسيت حالي في ذلك الوقت لما شفت ابن بنتي فضل أول ما طلع وشفته كيف هيك مرسوم رسم، حسيت حالي إني أنا جديد. هلا لما صار عندي خمس حفاده حبيت انا يعني لعبهم، فقلت لهم انا جد لخمستهم وعبد رهن همستهم، ولعبتهم متى منحوا فؤادي طرف نظرتهم، وسكرهم يذوب جوا على اطراف لمستهم، ومرسمهم وريشتهم وألوان للوحتهم، فروحي أينعت ثمرا على أفنان بسمتهم، أراهم أنملا جمعت فؤادي تحت قبضتهم، وكفا تسلس الألباب في مجرى أعنتهم، كأن الأوليات تلوح
من أنسام ضحكتهم وتنشر في مهب الحب أشرعة لفرحتهم فترجعني فتى الفتيان أخطب ود جدتهم. عليك أنا هيدا هالقصيدة ضيعنا وقت بالسياسة أنا رأيي هالقصيدة حبيت حبيت اسمعها مغنات ولكن حدا وعدني انه بده يلحن كان عم يلحن نشيد انا كتبته لجامعة المدينة وما الى ان حظي قادني الى لقاء مع الاخ فيصل سلمان والاخ عم ستار لاز وغير معهم الفنان العظيم احمد قعبور قلت له يا احمد انا محروق انه القصيدة بدي عدالي فاخدها اخدها قال لي انا لحنتها قلت له بعت لي واتساب قال لي شو رأيك قلت له فاجأتني قال كيف قلت له انا عامل اغنية مريحة للولا انت حاطط فيها شجن وعاطفة قال لي انا طلعت منها اللي انت ما بدك تعترف فيه ولذلك انا جبت لكم هيدي اس بي معها تحية للاستاذ احمد قعبور اذا ممكن يسمعوها المشاهدين حلوة كتير أي. وكل الناس الخبراء يعني ولا يمكن الاستاذ روني الدغري بيعطي رأيه كمان التوزيع الموسيقي الجميل جدا بالصوت الحساس باللحن المبتكر يعني فإذا ممكن نسمعها اي هلأ المخرج بيحضرها بدنا منك بعد ام كلثوم قصيدة ام كلثوم خليني اقول لك ام كلثوم شغلة هيك صغيرة يلا انا مكتب المحاماه تبعي بطرابلس بميناء طرابلس مشرف على 13 جزيرة ف هذا الأرخبيل الجميل وهذا فوق النخل فوق هذا فوق النخل ايه معليك رح يمشي لنا اياها شوية يلا صغيرة يلا ها تفضل المخرج أنا جد لخمستهم وعبد رهن همستهم أنا جد لخمستهم وعبد رهن همستهم ولعبتهم متى منحوا فؤادي طرف نظرتهم ومرسمهم وريشتهم وألوان للوحتهم وسكرهم يذوب جو على أطراف لمستهم فروحي أينعت ثمرا على أفنان بسمتهم أنا جد أنا جد أنا جد أنا جد أنا جد لخمستهم رجعنا لك معاليك رجعنا لك كنت عم تكفي هاي القصيدة رائعة كفي لنا هيدي فهذا المنظر اللي أنا شايفه بكل الفصول بيتبدل المنظر بس بدل رائع ولا يتكرر لذلك أنا بقول إنني في مكتب يشرف على أجمل منظر في شرق البحر المتوسط ليش؟ لأنه بشرق البحر المتوسط ما فيها الجزر إلا قدامي بتعاطى مع الجزر أنا كأن ملفات على مكتبي وبيجي علي كل يوم بياخد أنا فلفش بطلع وبكتب هي قصيدة سميتها الأزرق بس هسمعكم مقطع صغير منها قلت أنا الأرخبيل فهل أنت زورق يؤلف في البحر برا تفرق هما مقلتاك سماء وماء ففي أي أزرق أطير وأغرق شو جميل سقع السي شباب بليز هيك نغم ايه
يعير اللون من قيلولة الشمس الأصيلة. نافراً للماء تبراً كان من قبل نخيل. والموج رفيفا وهديلا. هطل الصوت حقولا، هطل الصوت حقولا، فتساقينا الذولا. فمل اللحن، فمل اللحن وصار الناي للريح خليلا. فمل اللحن وصار للريح خليلا. وتفنى النهر وانساب قواما سلسبيلا. وانساب قواما سلسبيلا. يستعير اللون من قيلولة الشمس الأصيل. نافرا للماء تبرا كان من قبل نخيلا. وتفنى النهر وانساب قواما سلسبيلا. هبة الله تجلت أم كلثوم ونيلا. عمري بخاف من الحب وسرت الحب و
وظلم الحب لكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه وعرف حكايات مليانة وعرف حكايات مليانة العاشقين شابوا ما تابوا شابوا ما تابوا طول عمري بقول لا ما معرفش ازاي حبيتك معرفش ازاي يا حياتي من همسة حبي لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب ادوب في الحب بصحولي على باب. خلي الناس يشوفوك باللون الطربي الرائع صراحة قلت ما عم نغنيهم بس تعرف زي الأعداد بدها رمضان كريم دكتور محمد خبرنا سمعتك عم بتغني معه خبرني عن الطرب ومين بتحب تسمع شو مزاجك شو أنا كل الطرب القديم والكلاسيكي بحب اسمعه نعم مطربين كبار وكمان مطربين بس من القديم يعني أنا والعالم نحن مش عارين قديش بعدها متعلقة بالجامعة اليسوعية بالقاعة الكبيرة اللي على الطبية نعم أعلنوا على الليلة لعبد المطلب من شو 4-5 سنين رحت أنا قلت لروح أكسر يعني أجبر بخاطرهم مين لح يجي هوني فتت على القاعة لقيتها متلاني كبس كلهم بين 17-25 بنات وشباب بشرف يغنوا لعبد المطلب كل أغاني ردوا معه حافظينها أنا ما تصورت يعني أنا عبد المطلب بعتبره مطرب كبير بس ما كتير بده العالم تحبه كان معبود الناس هل تعلم أنه أم كلثوم ما كانت تطرب إلا لعبد المطلب أكتر حدا كان يطربها عبد المطلب بالذات شوف عبد المطلب كان رجل متواضع جدا في مرة عم يعملوا غنية لعبد الحليم حافظ بعد ما رجعوا الجنود من اليمن نعم. فما في كورال بدهم يعملوها بسريعة عشان يستقبلوا فيها اجا تبرع عن هو يكون كورال مع عبد الحليم حافظ ما اجمله بكل عظمته عبد اساسه كورال معالي طرب بقلب لا تتعب قلبك ما غني له اياها هلا بتغني له اياها طبعا أكيد. عشان ما ننساها شو عبد المطلب ايه طبعا بس اللي بدي اقول لك اياه يعني تصديقا اللي قاله الاستاذ محمد كنت انا بمصر من مده قالوا انه في دار الاوبرا عامله حفله لام كلثوم نعم طبعا يعني الفرقه من اعظم الفرق الموسيقيه وكانت عم تغني ماي فاروق
يعني احنا لقينا بطاقتين كنا خمسة ما قدروا راحوا ولا اثنين بشق الانفس بالقاعة الكبرى. اول شيء لفت لي نظري انه بتروح على الدار الاوبرا اذا ما انتش لابس مش لابس كرافات ما بيخلوك ما بيفوتوك طبعا. ثانيا القاعة مليانة وكله جنس طبعا في ناس من عمرنا وناس اصغر منا بس الاغلبية شبيبة. وغنت ماي فاروق الناس مش حابة تروح لما خلص الليلة مش حابة تروح. تاني مرة عاملين حفلة لعبد الحليم حافظ كمان مليانة الشباب متعلقين. ليش؟ لانه هذا فن مدروس حقيقي متعوب عليه مش انه يعني جملة موسيقية وبتمشي. طبعا انت بتعرف شو كان يعمل مثلا الموجي لما يقعد هو عبد الحليم حافظ بكين الدنيا يعملوا يلحنوا غني التليفون مفتوح مع لندن طول الوقت مع نزار قباني منشان انه شو رايك هالكلمة بنحطها هيك شو رايك اللحن اجا هيك كان في رقابة. بيحكي لي مرة كنت انا بالسفارة اللبنانية بالقاهرة كان سفير الله سفير السابق الله يمسيه بالخير رجل من كبار المثقفين والمفكرين دكتور خالد الزيادي فصديقي كثير. انا رحت لعنده انا وقعد عنده قال لي في جاي الاستاذ حسين فهمي بده ياخذ فيزا على لبنان بده يفوت يقعد معنا. قلت له انا مسرور جدا يعني. واجا حسين فهمي حكي لنا قصه بيقول انه طلبوا حسن الامام المخرج المشهور قال له لقينا الساعه 7 على بيت كمال الطويل. كمال الطويل الملحن العظيم طبعا. لقى كمال الطويل وصلاح جاهين وسعاد حسني. كمال الطويل ورا البيانو صلاح جاهين عم يكتب وعم يعملوا غنية يا واد يا تقيل هاي الغنية الخفيفة الخفيفة اللي انشهرت نعم. ولمعت قدر بتعرف. طيب ليش أخذوا لحسين فهمي؟ مشان يعمل لهم الحركات اللي بده يعملها وقت أداء الغنية لأنه بيمثل بالفيلم هو. نعم. بيقول لي من 7 مساء للسبعة صباحا لخلصت الغنية ها بكل تفاصيلها ولا حدا حس بالتعب. إذا هالصور هالغنية الناس بتغنيها فرايحي وإنه قديش أخذ التعب وقديش كانت الفن أو أخذ الفن بطبيعته بدون جهد ما هو فن. هذا اللي صحيح الموهبة كتير مهمة بس موهبة بنا قائمة على قواعد علمية ومنا مؤسسة وما فيها عرق بينزل فيها ما بتطلع شيء تمشي حلو. طبيعي يا قلبي لا تتعب قلبك. نعم. مشان معالي الوزير من وين؟ هذا يعني مشان تنويها بفيلمون وابي الملحن العظيم. يا قلبي لا تتعب قلبك فيروز بيت بيتري يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك بتروح كتير وتغيب كتير وترجع تراجب عالباك يا قلبي لا تتعب قلبك يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك بتروح كتير بتغيب كتير ترجع تراجب عالباك يا قلبي تتعب صحاني من عز النوم صوب عيونك وداني تنسيت النوم أنا مين اللي صحاني من عز النوم صوب عيونك وداني تنسيت النوم
أنا مين وأنت مين؟ يا نحن المنسيين. أنا مين وأنت مين؟ يا نحن المنسيين. دربي بعدني عن دربك وتروح وتروح وترجع بعدني. يا قلبي لا تتعب قلبك وبحبك على طول بحبك. بتروح كتير بتغيب كتير بترجع عدراج بعلبك. يا قلبي لا تتعب قلبك. معاليك معاليك سيدي. عم بتفلفش دغري من محل ما انت من محل ما انت قرالنا. يعطيك العافية. والله أنا بصراحة حابب أني بمناسبة أنه مش هم نحن ما ننسى الشهداء اللي لهم دور بتحرير بلدنا طبعا، واللي كان يعني بمقتبل عمرهم بشبابهم دفعوا حياتهم اللي عارفين رايحين يموتوا. في قصيدة مشهورة لشوقي بغدادي قال بمناسبة حرب السويس، يقول ماذا أقول لمن يموت وفوق عينيه ابتسامة، ولمن يسير وقد تيقن أن مصرعه أمامه. فيعني أنا صدفة كنت فاتح التلفزيون شفت صبية حلوة، صبية صغيرة عم تحكي وفي هيك علائم البشر الفرح على وشها، ولفت لي نظري انه بنتي اللي كانت عمرها شي 11 سنة 12 سنة ملتصقة بشاشة التلفزيون. قربت انا طلعت انه هي سناء محايدلي عم تودع الناس انه هي رايحة، طبعا كانت راحت. وقد ما خفت على بنتي طفيت التلفزيون. فعملت انا قلت فيها كيف صار القلب نبض القنبلة، كيف صار الرمش سلكا مد من صاعق لحظ باتجاه المرحلة. حدثيني عن هواء ودع الصدر وإلف الدورتين، عن دماء سددت للدورة العظمى كريات ودين. حدثيني عن مذاق خلفته آخر الأنفاس فوق شفتين. أنا حبيت أني أختم القراءات بتحية لهذه لسناء الشهيد العظيم سناء. دورنا من حي رائع رائع معاليك رائع. طب احساسك من جوا بهذا العالم انت اقوى ولا بعالم السياسي؟ جد خليني بالاول اقول لك اعترف لك انا انه كلنا بنحب الشهداء، بس كلنا بنتمنى انه ما يكونوا اولادنا، وهيدي انانيه انا بعترفها عن حالي. قلت لك طفيت التلفزيون، قلت ما تروح تعمل لي شي فصل. اما شوف واحد مثلي يعني انا ومحمد نشتغل بالسياسه، كان الواحد منا عمره 15 سنه وكنا اثنيناتنا بنفس التنظيم اللي هو حركه القوميين العرب. كنا نحن نشوف انه النصر على بكره. اي والله شايفينه والوحده العربيه ولمسين ولمس ورجوع طب عمر بي ويحصر علي نعم ورجوع الفلسطينيين على نحن شفنا كل النهوض وكل الخيبات. هذا لناس مطلعين هالقد ويأسنين هالقد بيصيروا يحكوا حال انه لشو الحياة. انا
بتذكر كان عمري 17 سنة واقف 6 ساعات تحت قصر الضيافة بالشام لشوف جمال عبد الناصر، بس لتلمحه، لا شوفه بس لشوف عيونه. نحن شايفين كنا كيف الدنيا ماشية، شايفين كيف انه ما في تفرقة لا مسلم ولا مسيحي ولا شيعي ولا سني ولا درزي، كان له طعم اخر النضال. كيف كانت الوطنية جمع الكل. ورغم ذلك انا بقول لك بصراحة، كلما لهمت الامور علينا انا في عندي شيء بيعمل توازن داخلي، بفتحك قوة في نفسي وبكتب، يعني انا بكتب سياسة، بكتب افتتاحية النهار مرة بالشهر، بكتب اوقات. انا عندي برنامج بالمناسبة بصوت لبنان كل يوم احد الساعة 8 الى ربع اسمه ناقوس في احد، باخذ انا دورة شماس وانا بدق الجرس وبخاطب الناس لمدة 5 دقائق، وانا كمان بكتب شعر وبكتب كمان خواطر، هيدا بيعمل لي نوع من التوازن. يعني بتهرب من السياسي، من مشاكل السياسي على هذا المحل يريحك، هذا بيعمل توازن، وهذا بيخليك تروح على المطلقات. المطلق يرتفع عن اليومي، ها بالصف انت بتشوف انه مسيرة الحضارة البشرية مسيرة كتير مؤلمة، وكتير في اجيال دفعت ثمن، وكتير في عذاب، وكتير في كذا. فانت ما فيك تيجي تقول انه انا الخص الدنيا في اللحظه السيئه اللي انت فيها، لانه لابد انك انت وعم تمشي تقول انه اولادك واحفادك حيشوفوا لحظه احسن من ذلك. بنهايه هذه المداخله بنرجع نعمل تحيه خاصه لسناء محايدلي، اكيد للقصيده اللي عملتها من شان سناء محايدلي حبيب القلب. دكتور محمد مور، علي على كمان بين الفن والسياسي، كيف بتهرب على الفن، لوين لأي محل بتهرب؟ شوف أنا أرتاح للفن بكل أبعاده، يعني الفن. لا تنسى إنه محمد من أكبر خبراء بفن التصوير. والله معلومة فاتتنا هاي بالتقرير. نعم، لكن نعم. التصوير الفوتوغرافي، لا تصوير الرسم، لوحات الرسم. وابنه الأستاذ صالح اللي هو أكبر خبير دولي معترف فيه، يعني لما بيكون في لوحة مشكوك إنه مزورة ولا لا، إذا صالح معطى السيرتيفيكا ما بتمشي. فإذا خبرنا عن هذا المحل بالذات. شوف هلا هيدي هواية، وأنا بعتقد إنه ارتقاء الشعوب له عناوين، انه يكون الشعب المجتمع مهتم بالفن ويرتقي بمعروقي الفن. نعم. فأي مجتمع، ونحن مجتمعنا العربي في كان اهتمام بالفن اكثر مما هو هلا، يعني انا لما عم بقرا الفن بال1920 بمصر والبلاد العربيه عم بضحك انا، يعني انه يعني هيدا فن وهيداك فن، عرفت كيف؟ فلذلك أنا بعتبر أنه حقيقة معالي الوزير فنان وأديب. هلأ بتقلي سياسي، بقول لك مفكر كمان، عرفت كيف؟ هلأ السياسة هي لبسته، ما سعى إلها، أنا بعرفه عم اجت لحالة لعنده، سعت إليه. نعم، لأنه وجدوه لما شغل نقيب وقبل محامي وقبل وطني وقبل عضو حركة القومية العرب، لقوا فيها في قامة وهامة. صحيح، عرفت كيف؟ فلذلك رقدت إليه السياسة. ولما بحكى عن مرحلة أنه إجا وزير شؤون اجتماعية وفي شغلة المهجرين، هو بيقول هو الحقيقة كان كل مرة يقدم أمام أكبر خبراء الأمم المتحدة حلول أو مقترحات لقضية اللاجئين، كان كتير هدى الأمور، وإلا كانت رح تنفجر. نعم. فلذلك صديقنا الكبير الأستاذ رشيد درباس له باع في الفن كما له باع بالقانون، ومش باع، ما هو باع وذراع ودول. فلذلك أنا يعني هيدي مناسبة لأمام العالم اللي عم بيشوف ويحكي إنه في بلبنان أشخاص موهوبين، فنحن اليوم من حسن حظنا
يعني كل السياسيين عندهم هذا القيمة المضافة، نجلس مع أحد هذا هؤلاء الموهوبين بما فيها بالسياسة. طيب معلش بحكي لك هلا بين معترضتين. أنا كنت بمجلس وزراء، علما أنه هلا كل الناس بيقولوا أنه ذاك المجلس كان مجلس راقي جدا، كنت أوقات يعني أول شيء ياخذ وقت كبير، أوقات ساعات، سبع ساعات، من ساعات، لحد ما الرئيس تمام عمل قرار أنه أكبر جلسة ثلاث ساعات، ثلاث ساعات ودقيقة لا. فشو كنت أعمل أنا مثلا؟ نلاقي يصير في أوقات اشتباكات ولاقي في عرقلات، فكنت أمسك هالألام وهجيهم. فما حتى برا في قصة حلوة، أنا يعني مفتاحي أنا بالأشياء الصعبة هو الرئيس بري، بقول له دورة الرئيس هيدي بتخصنا بطرابلس بتفينا، بيقول لي اعتبرها صاري. أوكي. فأنا مرة قلت له، قل له لا، قل له لمعالي وزير المالية، قلت له خلينا نترحم على اللي قبله، في مستحقات لوزارة الشؤون يعطينا إياها. قال لي ما بعرف. قلت له شو ما بتعرف؟ قال لي هجي. قلت له بهجي، قلت له بهجي بأمرك. فأنا قاعد بلشت أكتب قصيدة هجاء، بيجي فؤاد فواز بيسرقها وبياخذ لي إياها للرئيس بري. تاني يوم أنا جاي على مجلس الوزراء بيقول لي علي، بيقول لي وين أنت معرق لي حساباتك حتى مشي لك إياها تاني أراها. فكتبت أنا هجاء معوقف التنفيذ وطلعت كتيب صغير سميته وزاريات. نعم حلو كثير. أنا عندي عندك يا ماهي هذا الكتاب، أنا يعني حكيت فيه، وفي عندي يعني قصيدة بعتقد على طاورة الحوار كانت كثير كثير هيك شيء مضحك يعني هلا بصراحة، وكتبت أنا وشر السياسة ما يضحك. ما يضحك على فوق على سيرة الرئيس بري، يسعد مساء دولة الرئيس. يقال إنه حافظ 10,000 بيت شعر حفظ عن غيب. تعرف هالمعلومة شيء معلم؟ والله أنا بعرفه إنه هو محب للشعر، وحتى أنا مرة هديته كل كتبي، بس هاي المجموعة اسمها مصحة اللي اخذ لي اياها، اديته اياها مرة دلفلي وعقب لي على كثير من القصائد، وهو يعني زواقة، وشوف لما بيكتبوا في عنده هيك. وكمان كتب قصيدة للشهيد بلال فحص كمان، مزبوط بتذكر بتذكر. هلا نحن بنتمنى هيك، شوف اذا انت بتتذكر المجلس النيابي القديم، كان لما يحكي سليم حيدر ابن بعلبك، عم تحكي صحيح. على الشغلة قديمة. نعم. أو لما بيحكي نصر المعلوف، أو لما بيحكي إميل لحود الله يرحمه، وبعدين بال يعني إميل الكبير، إميل الكبير، الكبير. أو لما بيحكي حسن الرفاعي، حسن الرفاعي نغم قانوني وسياسي صحيح. وإلقاء كان الناس توقف يعني. أنا بصراحة بتذكر مرة إني بقول له للرئيس عمر كرامي الله يرحمه، كان عندهم كتلة مكونة من رئيس الحص وعمر أفندي والرئيس حسين العسيني وبطرس حرب ونسيب لحود ومين السادس كان، احمد يوسف فيضون. قلت له انا دولة الرئيس بتعرف هالكتلة؟ قلت له بيحسدكم علي مجلس العموم البريطاني، لانه شيء من ارقى ما يكون فعلا يعني، هذه شيء بشيء يذكر. انا بتمنى انه الان يعني اخواننا النواب انه عم يخطبوا هلا ما يعملوا بلاغة، بس ما يغلطوا باللغة اقله، ما بقى في اقله، ما بقى في سطر صح، ما بقى في سطر صح، تركني السياسة ما في مفعول به على حاله، ما في شنو مفيد. روني انت شو ناقصك او شو لازمك بعد بالفن تتصير فوق، بعد تتصير من الاوائل بالفن؟ لا الحمد لله نحن عم نشتغل على حالنا. برأيك شو؟ عندي شركة انتاج، وبدي كمان وجه تحية كمان لزاك فواز اللي عم انا بوجه له تحية، ما تعرفت عليه بس راقي ومتابعك دوما، قريبا نتعرف عليه معك. الأمور جيدة جدا بالنسبة لهالفترة القصيرة اللي أنا توجدت فيها لبنان صحيح. يعني صار تقريبا عنا 10 أعمال بالسوق، حفلات ومهرجانات، بس بتعرف أن المسيرة الفنية بدها كمان دراسة مثل ما تفضلوا وحكيوا قبل منا، وبدها الخطوات تكون واسعة ومزبوطة، لأنه اليوم في الواحد يعمل غنية فرقة دب 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 وبعدين ينزل. طبعا حمول ميكروفونك يلا لك نغني مع عليك، نغني أنا وروني يا ريت. شو بدك تقول يا فيني أنا أطلب؟ أكيد إن شاء الله نكون حافظين، بس تفضل قول قول ما عليك قول. لك في غنية حلوة لعبد الحليم حافظ، أي واحدة؟ تقول أحلف بسماها وبترابها. أحلف يا مش حافظها أنا، حافظها روني ولا أنا حافظها. بدي رد عليك قبل ما أغني أنا وروني، بدي أقول لك مقطع صغير سيجا سي يا شباب بين الحديث اللي استطبع عن محمد عبد المطلب قبل شوي، وأنا برد عليك بالبعلبكة يلا. بس عبد المطلب في عنده غنية
لحنها، هي الغنية الوحيدة اللي لحنها كمال الطويل، سيجاسيا شباب، بتقول وتعيد لمين؟ تعرفوها شيء؟ شو بدي اقول لك اياها؟ بتقول وتعيد لمين؟ بدي اقول لك اياها، وبتشكي لداوي ده. الناس المغرمين ما يعملوا شيء. شو هيدا؟ ما تحكيني يعني، انا بعتبر عبد المطلب ايه من الفنانين. الو بدنا الصوت يا شباب، لازم ياخذوا حقهم اكثر. لا اخذ حقه، بعد له، بعد له. اوكي، بتعرف شيء انت؟ بتقول وتعيد لمين وبتشكي ده وده؟ الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول بتقول وتعيد لمين وبتشكي ده وده؟ الناس المغرمين ما يعملوش كده، دول مهما تألموا بداروا يكتموا، دول مهما تألموا بداروا يكتموا، ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العناد. الناس المغرمين ما يعملوش كده، وتعيد لي مين وبتشكل ده وده؟ الناس المغرمين ما يعملوش كده، دول مهما تألموا بداروا يكتموا، دول مهما تألموا بداروا ويكتموا، ولا يوم يتكلموا ويشمتوا العداء. الناس المغرمين ما يعملوش كده. كفي يا سيجار، اوف 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 يا ابو الزلوف، زلفة يا صابي هيا، لا تكسر خاطري يا تندمي عليا. يرجعوا صحابي بيني وبين المدى، ورح ينعسوا عتا. يا صوتي ودى الصدى عجب المنسية، يا صوتي ودى الصدى عجب المنسية.
وللنطر تحتك يا الخيلة، هو ليلة من بعد ليلة، هو لنطر تحتك يا الخيلة، هو ليلة من بعد ليلة، هو مركب يرجع محبوبي، مركب يرجع محبوبي، هو سود عيونه يا حيلة يغى يا ويلة، هو لنطر تحتك يا الخيلة ليلة ليلة من بعد أي ليلة، هو لنطر تحتك يا الخيلة ليلة من بعد ليلة، هاي بركب يرجع محبوبي، بركب يرجع محبوبي، سود عيونه يا حيلة يا يا ويلة. أنا عم غني الموت
المذهب ولما بغني ردوا علي وبعده نفس المذهب ولولا قدرتوا زيدوا علي وعودوا تبقوا عيدوا الكوبلي سلم علي سلم علي سلم لي علي سلم. شكرا. مثل كل حلقة عندنا فقرة خاصة وجه لأول مرة بيطلع على التي في بيغني. اليوم كان معنا غوى أسعد، غوى طالبة بالجامعة اللبنانية كلية الإعلام تاني سنة وغنت سلم لي علي. يعطيك العافية غوى وأهلا وسهلا فيك معليك. شو رأيك؟ الحقيقة بالعكس حلو كتير والله. حبيت؟ حبيت إيه والله يعني. الله يخليك. برأيك القصيدة فقدت مكانها بالمغنى العربي؟ الحقيقة ما فيني أقول هيك أنا، لأنه إذا بدي أعمل إحصاء أنه إيه معظم الأغاني مش أغاني بالعامي، علما أنه الأغاني المكتوبة بالعامية إذا مكتوبة من شاعر حلو، يعني أنه بدي أنا أقول لك أنه مثلا في أحلى من بيرم التونسي ولا صالح جاهين ولا عبد الرحمن الأبنودي ولا الأخوين الرحباني ولا سعيد عال ولا العظيم ولا أحمد فؤاد نجم ولا العظيم أحمد فؤاد نجم طبعا ولا العظيم العظيم وطلال مشيل تراد يعني أنا لما بسمع فيروز عم تغني بكوكنا يا ابني أو عم تغني جلنار إنه ما بيصير أرقى من هيك. ولكن خلينا ننتبه إنه يكاد يكون نزار قباني قد غني معظمه. هاي صحيح. من أول ما طلع نجاة الصغيرة استلمته، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، وقاسم الساهر بعد ما خلى شيء جرد وفرجردي والناس أنا حسيت إنه اللي بتنطرب مع قاسم الساهر عم حس إنه طربة يغلب عليه التأثر بالشعر. وأنا بشوف إنه الشعر إذا مكتوب بسلاسة وبيتغنى حلو بيعمل يعني أنا مثلا استغربت اليوم اللي قبل ما أجي لعندك تأخرت شوية مرقت على بيت بنتي بنتي عمرها ست سنين فقط. قلت لها أنا أراني أنملا جمعت زماني شاكملتي زماني تحت قبضتي مغنتها قلت إف شو أحمد قعبور شو عمل هاللحن السلس اللي قدر وصل أنا كنت حاول حفظوني إياها بالشعر ما حفظوها طبعا بس حفظوها بإيش المغنى بتنحفظ وقل لك شيء حقيقة أنا بستغرب قصيدة بتكون حلوة بتسمعها حلوة اسمعها من فيروز هيد بس على فيروز أكتر شيء كقصيدة ورجع أنت ألقيها كشعر ما تلقيها كغني بتحس حالك انك انت عم تقولها غير شكل طبعا يعني طبعا. مثلا لملمت ذكرى لقاء الامس بالهدوء لما بتقول نسيت من يده ان استرد يدي طال السلام وطالت رفه الهدوء. انا برايي لما غنتها فيروز عطتها معنى جديد اذا الشاعر اللي عاملها بيرجع بيلقيها بيلقيها احسن. طبعا طبعا يسلم تمك معليك دكتور محمد اللي بشوبي يعني احنا عم نخلص الحلقة صرنا على اخر الوقت شو تعليقك شو بتحب تقول شو مشاريعك اي شيء بتحب تحكي عنه. كانت الحقيقة حلقة بتنوعها ممتعة عرفت كيف وبحضورك ممتعة يا سيدي الله يخليك. هلا انا بالنسبة للقصيدة العمودية اذا انت بتقصد بس لانه تطور بالعشرينات والثلاثينات مع بيرم ومع هيدول الشعراء المهمين يعني دخلوا للقصيدة يعني العمودية دخلوا أنواع من الأغاني نعم. اللي غنتها أم كلثوم وعبد الوهاب وكلها فكلها بتفهمها مش على أساس أنها عامية أو سوقية لا تفهمها برقيها يعني عرفتي نعم. فلذلك أنا بعتبر أنه الآن بده يسترد المغنى العربي وأنت من الأشخاص اللي وقفت حياتك على أنك ما بتغني إلا أغاني تقليدية وأنا بحضرك كثير وبسمعك كثير حبيبي
وخليك محافظ هيك لأنه بكرة بتندثر هذه الأشياء إذا ما حدا حافظها. فلذلك أنا سعيد جدا إنه الأجيال الجديدة وفي مطربين كتير وعم ينطلب بالبلاد العربية كلها هالحفاظ على الموروث. هو ما بقى موروث لأنه معيوش الحياة هو ما هي الأصل. فلذلك نحن أنا من الأشخاص الذين يدعون للحفاظ على مش ما في تراث يعني. يعني ديك المرة كنت عم بقرأ كتاب، أنا بقرأ كتب بدون ما أختارها، عم بقرأ كتاب عن حياة شادية. شادية، شادية الممثلة والمغني والمطرب. يا أخي بتشوف أنه تنفتح أمامك آفاق وأنوار وتنوعة جدا وموهوبة جدا. مش معقول، مش معقول طبعا. يعني شوي تاني حب تقرأ حب شوفها أنه صارت أقرب إلى تاريخ صارت إيه تاريخ. إيه إيه فيها نوع من يعني هيك من التدين اللي بيخليك تشعر. هي آخر شيء صارت متنسكة. أي آخر شيء تنسكت. روني كمان بالختام، شو بتحب تقول؟ شو بتحب تقول؟ خلي لنا شروقي. شو مشاريعك؟ خلي لنا شي شروقي. أحلى شي. رح نقفل بالشروقي مع روني كسار وبنقفل الحلقة معه. بس سؤال أخير روني. سعدت كتير بهاللقاء الحلو. حبيب القلب. سبنا خبرة كمان معكم. مشاريع في عنا هلا حفلة العيد إن شاء الله بنعاد عليكم، عنا باللارك بمغدوشة. عليك. وعنا تور كمان بأوروبا. وفي عندي كمان تور على السفينة. انت ناشط كتير بأوروبا وبأمريكا. الحمد لله عم يكون في شوية طمأنينة، وبعدنا عم نحكي انه بدنا شوية سلام شوية هدوء بالمنطقة حتى الواحد يشتغل، حتى الواحد يقدر يحس انه عم يعطي. وفي عندي كمان عملين بدي صورهم هلا اخر الصيف اذا الله رد. ان شاء الله بالتوفيق روني. مشاهدينا انا كنت سعيد جدا اليوم بحضور ضيوفي المتميزين معالي الوزير رشيد درباس والدكتور محمد بركات وصديقي روني كسار الفنان الرائع. الوقت دغري بيمرق بس تكون الأوقات حلوة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة واستزوقتوا الشعر اليوم بالذات، لا سيما شعر معالي الوزير درباس يلي شفنا الجانب أنا برأيي الجانب الجميل جدا من شخصيته وبروحه الرائعة. وبنختم مع روني كسار كمان كان طلب منه يقول شروقي معالي الوزير. دق الطبول الحماه وقلبي لهجل الكيف ونادت بنات العرب كيف نصبر كيف دق الطبول الحماه وقلبي لهجل الكيف نادت بنات العرب كيف نصبر كيف قالوا يا سيف هو يا سيف يا سيف حبيبي حلو ما أجملك يا سيف وقلبي يحب الرهايف وين مكانون القوم رقصي عالورد وتمايل قبالي ولا تفزع من البرد ما فيها وش ما إلي قال احنا ولاد التلج هبي بريح الصيف تيروح بينا الشرد ع تلجك العاية يا متهالق طلم من جرديني سمر الليحة ومبارش بين الخيل ويا مرحبا لو كان شوق معاك
شبه الأبد ومرافق وعبدين ويا متهلا لو كان شوق معاهم شبه الأبد ومرافق وعبدين ويا متهلا Barış mı?